العنصر المطلوب كان دايما التردد على الشقة، لكن نقطة الملاحظة اليومين اللي فاتوا دول يا فندم ما رصدوهوش. بس حط في اعتبارك انه ممكن يكون في الشقة بقاله يومين او اكتر وما بيتحركش، طالما ان انتوا بتقولوا انه حذر جدا في تعاملاته. بعد اذن سيادتك يا فندم. اتفضل يا عمر. انا شاكك ان ده كمين. القناص اللي اتقبض عليه يعتبر واحد من اهم العناصر اللي القطاع بيدور عليه بقاله سنتين. اولا هو اتقبض عليه بسهوله شويه، ثانيا لما جه اعترف وكانه بيقول معلومه، ثالثا بقى وده الاهم، عثمان هو شخص بيحسب خطواته كويس قوي من ساعه لما ظهر. طيب نفترض انه كمين زي ما انت بتقول، هل المفروض بقى ان احنا نسيب عناصر مسلحة في وسط الاهالي؟ بعد اذن سعادتك يا فندم، انا برضو بأيد وجهة نظر عمر، هو ما يقصدش وجود مسلحين، هو يقصد ان الشقة ممكن تكون مفخخة. لو كده سيادتك يبقى احنا محتاجين نختار طريقة تانية للدخول والاقتراب للمكان يا فندم. بس لازم تاخدوا معاكوا عربية التعامل وضابط المفرقعات، وتتأكدوا ان الشقة نظيفة قبل الاقتحام. مفهوم؟ مفهوم سعد. قول يا ست مروة، زوجتك نفسي على سنة الله ورسوله. زوجتك نفسي على سنة الله ورسوله. وأنا قبلت الزواج منك على سنة الله ورسوله. ونحن شهدنا على ذلك. مبارك يا شيخنا. الله يبارك فيك يا معتصم. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.